من مكارم الأخلاق إن لسانك يطلع كلام حلو باختصار شديد جدا. لا نعني بالكلام الحلو المزوق وراه قلب كذاب، ولا نعني بالكلام الحلو الكلام المسروق السرقات الأدبية، ولا نعني بالكلام الحلو إلا الكلام الذي يمثل الصدق ويختار. تعرفوا حضراتكم إن في وجع عندنا معشر العلماء الذين درسوا لغة القرآن الكريم واطلعوا على دلائل الإعجاز وخاضوا غمار الدواوين والرسائل والكتب والمؤلفات والمصنفات التي تدور برمتها حول الكلمة في العربية، إن ابن مالك الذي ألف الخلاصة وألف التسهيل وشرح التسهيل، وابن الجني الذي سوف يأتي ذكره في لقاءاتنا الذي يكتب الخصائص وسر صناعة الإعراب وغير ذلك من المؤلفات، كل ذلك يدور حول الكلمة لكي نعرف ما الكلام الخير. عندنا أمة من الناس كتبت في الكلام لا لشيء إلا لخدمة الكلام. أتدرون ما خير الكلام؟ الإجابة كلام الله. من أجل كلام الله سبحانه وتعالى ألفت المؤلفات ووضعت العلوم وشدت الرحال في البوادي وبذلت النفس وبذل النفيس من أجل أن نعرف ما خير الكلام، ما أفصح الكلام. البلاغيون يقولون خير الكلام ما قل ودل على العين وعلى الرأس. إذن نحن في حاجة إلى معرفة هذه القاعدة، أن يكون كلامك قليلا يعني في ألفاظه، وأن تكون معاني كلماتك غزيرة واسعة، غزيرة واسعة. هذا في ذاته يحتاج إلى سنوات في الدراسة، سنوات. العرب عندما قالت القتل أنفى للقتل، جاء العلماء وقالوا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وحصلت مقارنة بين الاثنين. القتل أنفى للقتل، يعني لما تقتل القاتل بتنفي القتل لأن كل الناس هتخاف تقتل. المعنى نفسه موجود في قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ليه كلام ربنا كان خيرا من كلام العرب؟ القتل أنفى للقتل، هذا على سبيل المثال. قال العلماء أولا ربنا لم يذكر فيه كلمة القتل، وإنما قال ولكم في القصاص حياة، والعرب قالت القتل وربنا قال حياة، وشتان ما بين الموت والحياة. ربنا سبحانه وتعالى لكم في القصاص حياة، عدوا حروفها لقوها أقل من القتل أنفى للقتل. قالوا القتل أنفى للقتل فيها تكرار، والتكرار معيب يعني عيب، وربنا ما فيش تكرار فيه ولكم في القصاص حياة. أدي الفصاحة، أدي البلاغة، أدي خير الكلام. ليه كان خير الكلام؟ أنا مش عايز أصدعك بمعلومات علمية، لكن عايز أقول لك إحنا مسلمين صمنا رمضان حفظنا الأحاديث الكثيرة والمتواترة والصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصيام إمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يصحبه أدب، هذا الأدب يتم الله به أجر الصائمين. أجر الصائمين لا يتم بمجرد الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وإنما يتم بأن يهجر الصائمون كل خلق سيء، خلق بأن يتحلى الصائم بمكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق في لقاء اليوم، احنا لنا كل يوم إن شاء الله موضوع متصل بالمكارم الأخلاق، يعني الأخلاق العالية العليا، العليا قوي مكارم. شفت لما تقول واحد كريم واحد نص نص واحد كريم جدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، في ظرف بتكون أنت فيه أكثر كرما وأكثر عطاء وأكثر فائدة وأكثر خيرية. أنت خير بالليل وبالنهار وفي رمضان وشعبان ورجب وشوال في الصيف والشتاء، لكنك أكثر خيرية في هذا الشهر اللي فيه عبادة الرحمة نازلة فيه، الناس بتتواصى فيه بالبر والتقوى، على الطريق شرب وأكل، في القلوب حنين وعواطف، في رغبة في أن يتقبل الله منا، في دعوة مستجابة عند الإفطار، في أشياء ومعاني جميلة. إذن أنت في شهر القرآن رمضان حدث، والحدث يشرف زمان في حدث، والزمان والمكان يشرفان بالحدث. أي حدث كان في رمضان اقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن شهر رمضان ما نال كرامته وما فضل على غيره إلا للحدث الذي كان فيه وهو نزول القرآن. القرآن نزل، اقرأ كده الآية من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبقى في حاجة جميلة وفي حاجة أجمل. القرآن بيدعو للأجمل، في خلق جميل وفي خلق أجمل. الدين بيقول خليك في الأجمل. يا سلام يا سلام، في حنيز، في لحمة مسلوقة، الحنيز أجمل. إبراهيم عليه السلام قدم الحنيز، فما لبث أن جاء بعجل، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فما لبث أن جاء بعجل حنيز، يبقى قرب إليهم عجلا حنيزا. النبي عليه الصلاة والسلام محمد يأكل من اللحم الكتف. اسأل التاريخ واسأل الجزارين واسأل الأكيلة أحلى حتة في الشاه إيه؟ يقولوا لك الكتف. إذن الدين بتاعنا لا يؤثر الدنيا ولا يرضى بالدون. الدين يقول للإنسان المسلم المتبع الذي يريد أن يرضى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يندرج في مصاف السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، مش ومن تبعهم وبس، ربنا قال في القرآن بإحسان رضي الله عنهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان. انت جاي تجري ورايا، ولكن ما انتش محسن يبقى ما انتش ورايا.